البيت الأبيض يصدر تعليمات بوقف التعاون مع فريق بايدن الانتقالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم موجز الأخبار من قناة أخبار عامة منوعة. قبل بداية هذا الخبر أدعوكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك ليصلكم كل ما هو جديد. أصدر البيت الأبيض تعليماته لكبار القادة الحكوميين بوقف التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن، مما أدى إلى تصعيد المواجهة والتوترات التي تهدد بعرقلة نقل السلطة ودفع فريق بايدن إلى النظر في اتخاذ إجراء قانوني. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن البيت الأبيض أخبر المسؤولين في الهيئات الحكومية المكلفين بتخصيص مساحة مكتبية لفريق بايدن المقبل استخدامه في أقرب وقت هذا الأسبوع، بأنه لم يعترف بانتقال السلطة حتى يتم تأكيد انتخابات الديمقراطية بايدن رئيسا للولايات المتحدة من جانب إدارة الخدمات العامة الأمريكية، وهي هيئة غير بارزة مسؤول عن المباني الفيدرالية. وأضافت الصحيفة أنه بينما توقعت وسائل الإعلام الأمريكية السبت الماضي فوز بايدن لم يتنازل ترامب عن الانتخابات، ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية لم تكشف هويته. قيل لنا تجاهلوا الإعلام وانتظروا حتى تصبح النتائج رسمية من الحكومة، مشيرا إلى أن رئيس إدارة الخدمات العامة الأمريكية إيميلي موفري ترفض التوقيع على الأوراق التي تسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء عمليات رسمية هذا الأسبوع. وفقا للصحيفة الأمريكية يقيم فريق بايدن خياراته القانونية ويزداد قلقه من أن المازق قد يطول ويعيق عمله واستعادة الحملة الأسابيع الاحتمال اللي يمضى ترامب قدم في انتقال سلمي للسلطات. كل الحب والاحترام لكم اخواتي، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.